يا أكرم الخلق ما لمن حالوذ به سواك عند حلول الحديث اللميم مولايا صل وسلم دائما أبدا أكرم الخلق ما لمن آلوذ به سواك عند حلول الحديث الأمين ولن يضيق رسول الله جاه كبير فإن من جودك دنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي خير منعكس لديك واجعل حساب غير منخرم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا ما تدعوه الأهوال ينهزم وإذا لصحب صلاة وأتراب العيسى بالعيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعيد سعيد زبير طلحة وأبي
ابدا